يا رب أغلقت الأبواب إلا بابك، وانقطعت الأسباب إلا إليك، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب. اللهم إني ومن ظلمني من عبيدك نواصينا بيدك، تعلم مستقرنا ومستودعنا، وتعلم منقلبنا ومثوانا وسرنا وعلانيتنا، وتطلع على نياتنا وتحيط بضمائرنا. علمك بما نبديه كعلمك بما نخفيه، ومعرفتك بما نبطنه كمعرفتك بما نظهره، ولا ينطوي عليك شيء من أمورنا، ولا يستتر دونك حال من أحوالنا. اللهم إن الظالم مهما كان سلطانه لا يمتنع منك، فسبحانك أنت مدركه أينما سلك، وقادر عليه أينما لجأ، فمعاذ المظلوم بك وتوكل المقهور عليك. اللهم إني أستغيث بك بعدما خذلني كل مغيث من البشر، وأستصرخك إذا قعد عني كل نصير من عبادك، وأطرق بابك بعدما أغلقت الأبواب المرجوة. اللهم إنك تعلم ما حل بي قبل أن أشكوه إليك، فلك الحمد سميعا بصيرا لطيفا قديرا. يا رب ها أنا ذا يا ربي، أسير سجين في يد الظالم، مغلوب مبغي علي مظلوم، قد قل صبري وضاقت حيلتي، وانغلقت علي المذاهب إلا إليك، وانسدت علي الجهات إلا جهتك، والتبست علي أموري في دفع مكروهه عني، واشتبهت علي الآراء في إزالة ظلمه، وخزلني من استنصرته من عبادك، وأسلمني من تعلقت به من خلقك، وغدر بي وطعنني القريب الصديق، فاستشرت نصيحي فأشار علي بالرغبة إليك، واسترشدت دليلي فلم يدلني إلا عليك، فرجعت إليك يا مولاي صاغرا راغما مستكينا، عالما أنه لا فرج إلا عندك، ولا خلاص لي إلا بك، أن تجز وعدك في نصرتي وإجابة دعائي. فإنك قلت وقولك الحق الذي لا يرد ولا يبدل، ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وقلت جل جلالك وتقدست أسماؤك ادعوني أستجب لكم، وأنا فاعل ما أمرتني به، لا من عليك وكيف أمن به وأنت عليه دللتني. فاستجب لي كما وعدتني يا من لا يخلف الميعاد، وإني لأعلم يا رب أن لك يوما تنتقم فيه من الظالم للمظلوم، وأتيقن أن لك وقتا تأخذ فيه من الغاصب للمغصوب، لأنك لا يسبقك معاند، ولا يخرج عن قبضتك أحد، ولا تخاف فوت فائت، ولكن ضعفي لا يبلغ بي الصبر على أناتك وانتظار حلمك. فقدرتك يا ربي فوق كل قدرة، وسلطانك غالب على كل سلطان، ومعاد كل أحد إليك وإن أمهلته، ورجوع كل ظالم إليك وإن أنظرته. يا رب إني أحب العفو لأنك تحب العفو، فإن كان في قضائك النافذ وقدرتك الماضية أن ينيب أو يتوب أو يرجع عن ظلمي أو يكف مكروهه عني وينتقل عن عظيم ما ظلمني به، فأوقع ذلك في قلبه الساعة وتب عليه واعف عنه يا كريم. يا رب اللهم انتقم من الظالم في ليلة لا أخت لها، وساعة لا شفاء منها، وبنكبة لا انتعاش معها، وبعثرة لا إقالة منها، ونغص نعيمه، وأره بطشتك الكبرى ونقمتك المثلى، وقدرتك التي هي فوق كل قدرة، وسلطانك الذي هو أعز من سلطانه، واغلبه لي بقوتك القوية، وامنعني منه بمنعتك التي كل خلق فيها ذليل، وابتليه بفقر لا تجبره، وبسوء لا تستره،
وكله إلى نفسه فيما يريد، إنك فعال لما تريد. يا رب، اللهم عليك بمن ظلمني، اللهم اصفم جسده وانقص أجله، وخيب أمله وأزل ظلمه، واجعل شغله في بدنه، ولا تفكه من حزنه، وصير كيده في ضلال، وأمره إلى زوال، ونعمته إلى انتقال، وجده في سفال، وسلطانه في اضمحلال، وعافيته إلى شر مآل، وأمته بغيظه إذا أمته، وأبقه لحزنه إن أبقيته، وقني شره وهمزه ولمزه، وسطوته وعداوته، فإنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. يا رب، الظالم ملك أسباب القوة في الدنيا، وأنا عبدك لا أملك إلا إيماني بك وتوكلي عليك ودعائي. يا رب، إن الظالم جمع جنده وسلاحه وسجونه وزنازينه، ومنع عني الأهل والأحباب، وأنا عبدك جمعت له ما استطعت من الدعاء.